بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع جديد وهو الماس والإنيرجي أناليسز على الكنترول فوليوم، وهو موضوع شابتر 6. موضوع شابتر 5 نحب هيك بس نتذكر كان هو عبارة عن إنيرجي أناليسز أوكي على الكنترول ماس. أخذنا السيستم، قلنا السيستم بتقسم لجزئين، قلنا قسمناهم لتو كاتيجوريز اللي هو كلوز سيستم والاوبن سيستم. اوكي، تعرفنا على الكلوز سيستم وعرفنا كيف نعمل انرجي اناليسز عليه. اليوم ان شاء الله راح نتعرف على كيف نعمل انرجي اناليسز وماس اناليسز على الكنترول فوليوم. قبل ما نبلش بالاوبن سيستم راح نحكي ان شاء الله عن الكونزرفيشن اوف ماس. نعرف انه البرنسبلز اوكي الكونزرفيشن اوف برنسبلز هم ثلاثه: الماس اوف كونزرفيشن اوف ماس، كونزرفيشن اوف مومنتم، كونزرفيشن اوف انرجي. وهو جزء كبير حتى تدرس اي سيستم موجود عندك ان كان اوبن سيستم او كلوز سيستم، لازم تستخدم فيهم البرنسبلز اوكي كونزرفيشن اوف برنسبلز. طيب بالنسبه للكلوز سيستم، نحب هيك بس نحب نذكر انه الكلوز سيستم كنا بالغالب ما كنا نعمل كونزرفيشن اوف ماس، كنا فقط نعمل كونزرفيشن اوف انرجي، لان الكلوز سيستم ما في عندي ماس انترينج اور ليفينج ذا سيستم اوكي، والماس للسيستم بتضل كونستانت ديورينج البروسيس. بينما الكنترول فوليوم اللي هي اوبن سيستم في عندي ماس ان، في عندي ماس اوت كروسنج ذا باوندري اوف ذا سيستم، فبالتالي لازم اعمل تراكينج عليها واعرف كميه الماس اللي داخلي وكميه الماس اللي خارجي من هذا السيستم، وبرضه كميه التشينجز في الماس اوكي within the control volume. في عندي هون الفيجرز، هاي عباره عن conservation of mass during the chemical reaction. حاكي لك انه في عندي 2 جرام 2 كيلو جرام من الهيدروجين اوكي، وفي عندي 16 كيلو جرام من الاكسجين، دمجناهم مع بعض اكيد راح يعطوني اللي هو 18 كيلو جرام of H2O. مشان نحكي عن conservation of mass لازم نعرف إشي اسمه mass and volume flow rates. أوكي، قبل هالمرة بجوز حكينا شوي في شابتر 3 عن الماس flow rate وحكينا عن volume flow rate. هون شوي بدنا نتعمق أكثر ونعطي تفاصيل أكثر عن الماس flow rate والvolume flow rate. فإذا جينا نعرف الماس flow rate، الماس flow rate بيحكي لك هو عبارة عن كمية الماس اللي تعبر مقطع معين أو اريا معينة خلال وحدة من الزمن. هاي الماس بنسميها عبارة عن ماس flow rate. بتلاحظ انه هون موجود عندي وبالعاده بنرمز لها بالرمز اللي هو ام دوت اوكي، نرمز لها بالرمز ام دوت اوكي، تعبير عن الريت اوف ماس. الماس بنعرف انه اليونتس بالعاده بنعطيها سمبلز اللي هي ام اوكي، ورمزناها بالرمز دوت اللي هو عباره عن ماس ريت. هسه بالعاده سيستم لما بدك تنقل انت من خلاله ماس كاوبن سيستم اوكي، الفلويد هذا راح انقله من خلال مثلا بايبس او من خلال داكتس اوكي، حسب طبيعه الفلويد الموجود عندي اوكي، ان كان ليكويد او ان كان غازز اوكي. فبالتالي انا ما راح انقله هيك مباشره بشكل مباشر للسيستم، لازم انقله من خلال اوكي ميكانيزم معين. طيب ممتاز، فاذا عندي اللي هو بالعاده بكون من خلال بايبس او من خلال داكس. طيب ممتاز، مشان نقدر نعرف نعمل ماثماتيكلي تعريف ماثماتيكلي للماس ريت اوكي، راح ناخذ هو عباره عن هون عندي عباره عن سيستم، هذا عباره عن كنترول سيرفيس اوكي، اكيد في عندي ليفينج اور انترينج للماس اوكي. راح ناخذ ديفرنشال اريا، هذا عباره عن ديفرنشال اريا، راح يكون في عندي ماس كروسنج ذا هاي ديفرنشال اريا اوكي. بنعرف انه الماس وهي طالعه من الديفرنشال اريا الموجود عندي هون اوكي، بتتناسب طردي مع قيمه هاي الاريا. كل ما كبرت الاريا كل ما طلعنا كميه ماس اكثر من خلال هذا السيستم، او دخلنا ماس اوكي على هذا السيستم. طيب ممتاز، فبالتالي هاي الماس وهي طالعه اكيد لها سرعه، ونعرف انه هاي السرعه هي عباره عن فيكتور كوانتيتي. احنا هون اللي بهمنا اللي هو عباره عن النورمال فيلوسيتي اللي طالع فيها هذا الماس من الكنترول سيرفيس اوكي. فبالتالي حتى نوجد الماس بهمني اعرف اللي هو سرعه الفلويد اللي هي النورمال فيلوسيتي، بهمني اعرف اللي هو الديفرنشال اريا كميه الاريا الكروسنج اريا اللي خلاله عبرت هاي الماس اوكي، واعرف برضه كمان الدنسيتي، اعرف الدنسيتي لهذا الفلويد. طيب ممتاز، فهذا عباره عن ديفرنشال ماس. فلو بدي اخذ انا كميه الماس ممكن تعبر خلال هذا الكنترول سيرفيس عبرت الكنترول سيرفيس، راح نعمل انتجريشن. فبالتالي نعمل انتجريشن على كل الاريا للكنترول
سيرفس اللي فيه الكنترول فوليوم، اوكي، للديفرنشال ماس ريت. فبتلاحظ انه عندي المعادله صار عباره عن انتجريشن على الكنترول سيرفس، عباره عن density في النورمال فيلوسيتي في الكروس سكشنال اريا او ديفرنشال كروس سكشنال اريا. طيب بشكل عام تلاحظ انه اليونت دائما بتكون كيلو جرام بير سكند. طيب بشكل عام الفلويد حكينا بنصنفهم الى نوعين، كومبريسبل فلويد وانكومبريسبل فلويد، مواع قابله للانضغاط، مواع غير قابله للانضغاط. بشكل عام الكومبريسبل فلويد اوكي بتلاحظ انه الدنسيتي والنورمال فيلوسيتي بتتغير بالنسبه للكروسنج تاع البايب. يعني بالعاده انا لو بدي انقل فلويد من خلال بايب معين اوكي بلاحظ انه الفلويد انه هذا الفلويد السرعه له قاعده تتغير اوكي بشكل بتتغير خلال مقطع معين اللي بتعبر فيه هذا الفيلوسيتي. بتلاحظ انه من خلال الفيجر هون اوكي بتلاحظ انه الفيلوسيتي بتتغير قاعده اوكي من الباوندري لهذا البايب اللي هو الوول لهذا البايب اوكي من لحد السنتر اوكي اوف بايب. فبتلاحظ هون عندي سبب هذا التغير، سبب هذا التغير هو اللي هو عباره عن الفريكشن. اوكي في عندي فريكشن بين الموليكولز للفلويد كان ليكويد او كان جازز مع الانترنال وول تاع البايب. بتلاحظ انه الموليكولز القريبه من الانترنال وول بيكون لها فريكشن عالي، فبالتالي سرعتها بتكون قليله جدا اقرب للصفر اوكي، بينما الموليكولز البعيده عن الوول اوكي بتكون سرعتها اكبر. فبتلاحظ انه بيكون عندي تقريبا ماكسيمم بالسنتر لاين ومينيمم او شبه زيرو في اللي هو الانترنال وول. فبالتالي بدنا ناخذ بعين الاعتبار اللي هو الفيلوسيتي، فصعب اني دائما اخذ اللي هو النورمال فيلوسيتي. هون راح نعبر عنه من خلال اللي هو الافرج فيلوسيتي، كونه الفيلوسيتي قاعده تتغير مع الكروس سكشنال اريا تاع السكشن. طيب ممتاز، فراح نعبر نعرف الفيلوسيتي بالحاله هاي. راح ناخذ الفيلوسيتي هو عباره عن الافرج velocity طبعا ريليتد للي هو النورمال كروسنج، النورمال velocity كروسنج ذا كروس سكشن اريا لهذا البايب او الدكت الموجود عندي هون. بشكل عام ممكن انا اعتبر انه هذا الدنسيتي، الدنسيتي طبعا اكيد كمان برضه راح تتغير اكيد هون درجات الحراره. كمان لو جينا نرسم التمبريتشر بروفايل بلاحظ انه درجات الحراره راح تكون برضه كمان متغير، راح تكون تزداد تقريبا عند الوولز وبتقل لحد السنتر بايب السنتر اوف بايب. فبتلاحظ كمان برضه كمان الدنسيتي كمان راح تكون متغيره، بس بشكل عام بالغالب بكون الدنسيتي ثابته بحاله اللي بالحاله اللي احنا راح نحكي عنها او الحالات اللي راح نحكي عنها اللي طبعا بالنسبه للليكويد فلويد. طيب الافرج فيلوسيتي حتعبر عنه ماثيماتيكلي، الافرج فيلوسيتي اللي هو عباره عن الواحد على الكروس سكشنال اريا اوكي للانتجرال لكل الاريا للنورمال فيلوسيتي في الديفرنشال كروس سكشنال اريا اللي من خلاله عبرت هاي اللي هي الماس الماس كميه الماس اللي اخترقت او خرجت من الكنترول فوليوم عبر الكنترول سيرفيس. فبالتالي لو جينا نحكي عن الاي سي هي عباره عن الاريا كروس سكشنال اريا نورمال تو طبعا تو ذا فلو دايركشن اوكي، والسبيد اللي هي الفيلوسيتي حكينا عنها اللي عباره عن افريج فيلوسيتي اوكي. فبالتالي الماس فلو ريت بيكون عباره عن الام دوت في رو في الافريج فيلوسيتي في الكروس سكشنال اريا اوكي. هون عندي هاي عندي هذا الفيجرز بوضح هاي عباره عن بايب، هاي الكروس سكشنال اريا، هذا سيركلر بايب له دايمتر دي، فبالتالي بقدر احسب الكروس سكشنال اريا من خلال باي دي باي اوفر 4 دي سكوير. فبالتالي الافرج فيلوسيتي ممكن اطلع الافرج فيلوسيتي اذا قدرت اعرف التغير في الفيلوسيتي بالنسبه للدايركشن اوكي الكروس سكشنال اريا، بقدر اطلع اللي هو البروفايل فيلوسيتي او الافرج فيلوسيتي. فبالتالي الماس فلو ريت هو عباره عن رو مره ثانيه، رو في الافرج فيلوسيتي في الكروس سكشنال اريا. طيب ممتاز، لو قسمنا الماس على الدنسيتي هيك بقدر احصل اللي هو الفوليوم فلو ريت اوكي، وهو عباره عن فوليوم اوكي بير يونت تايم اوكي، برضه نفس الفكره اللي هو افريج اوكي فيلوسيتي في الكروس سكشن اريا او في في سي. اليونت تغير في اليونت، اليونت بالنسبه للفوليوم فلو ريت اللي متر كيوب بير سكند، بالنسبه للماس فلو ريت اللي هي كيلوغرام بير سكند. طيب طبعا بنعرف انه في علاقه بين الماس وبين الفوليوم فلو ريت اللي هي من خلال السبيسيفيك فوليوم. نعرف ان السبيسيفيك فوليوم هو اللي هو عباره عن ريسبريكال للدنسيتي، فبالتالي ممكن انا احصل برضه كمان هاي انذر ريليشن يمكن انا بقدر احصل من خلالها علاقه بين اللي هو الفوليوم فلو ريت والماس فلو ريت والسبيسيفيك
فوليوم. طبعا هاي كثير علاقه بتهمنا لقدام ان شاء الله لما نحل بعض المسائل، لانه انا مرات انا لما بدي اطلع بروبرتي لفلويد معين من خلال البروبرتي تيبلز راح اقدر احصل اللي هو السبيسيفيك فوليوم لهاي الفلويد. طيب كونزرفيشن اوف ماس برنسبل، ايش بحكي الكونزرفيشن اوف ماس برنسبل؟ الكونزرفيشن اوف ماس برنسبل بحكي لك انه الديفينيشن له او بنعبر عنه من خلال كنترول فوليوم، بحكي لك انه عباره عن النت ماس ترانسفير تو اور فروم ا كنترول فوليوم ديورينج ذا تايم انترفال اوكي از ايكوال تو ذا نت تشينج انكريزينج اور ديكريزينج اوف ذا توتال ماس وذين ذا كنترول فوليوم ديورينج ذا تايم. ايش يعني؟ ماثيماتيكلي لو نيجي نطلع انه هون على هذا الباث تاب الموجود عندي هون، اوكي ممكن بصوره اسهل اوضح اللي هو الكونزرفيشن اوف ماس برنسبل. هذا الباث تاب الموجود اليوم في عندي ماس، لو جيت اخذته هو عباره عن كنترول فوليوم، انا عملت كنترول سيرفيس بهذا الشكل، عملت كنترول سيرفيس عليه، اوكي هذا الكنترول سيرفيس بدي اشوف شو في كميه الماس اللي بتدخله، وبدي اشوف شو كميه الماس اللي بتطلع من هذا الكنترول فوليوم من خلال الكنترول سيرفيس. بتلاحظ انه في عندي ماس فلوريت، هاي ماس فلوريت، قيمة هذا الماس او ماس انر للكنترول فوليوم من خلال الكنترول سيرفيس قيمته 50 كيلوغرام، اوكي وفي عندي ماس اوت من خلال الدرين الموجود عندي قيمته 30 كيلوغرام. فبالتالي في عندي اكيوميليشن قاعد بصير داخل الباث تب اللي هو فرق الماس ان ناقص اللي هو الماس اوت. بتلاحظ انه في عندي اكيوميليشن بمقدار 20 كيلوغرام، هذا بنعبر عنه من خلال ماثيماتيكلي توتال ماس انترينج ذا كنترول فوليوم خلال تايم معين ناقص التوتال ماس ليفينج ذا كنترول فوليوم خلال برضه تايم معين، اللي عباره عن النت تشينج قد يصير في عندي تشينج اوف ماس وذين ذا كنترول فوليوم دورينج. ممكن يكون في ماس ممكن يزيد، ممكن يصير في عندي اكيوميليشن يزداد كميه الماس الكنترول فوليوم، ممكن يصير فيها ديكريزنج لهاي الماس. فالماس ان ناقص الماس اوت بيساوي تشينج اوف ماس within the control volume. اذا بتحكي عن ريت فبالتالي بدك تاخذها بير يونت تايم، فبتلاحظ انه ريت اوف ماس ان ناقص الريت اوف ماس اوت بيساوي تشينج اوف ماسز within the control volume within the time، ونعبر عنه من خلال اللي هو الكيلوغرام بير سكند. طيب ممتاز. كيف هسه بدنا نوجد اللي هو الماس within the control volume؟ الماس within the control volume لو نجي ناخذ هذا عباره عن control surface على محيط بكنترول فوليوم، لو جينا اخذنا هون differential element، هذا differential element اوكي، هذا differential element حتى نوجد له differential volume، ناخذ differential volume حتى نوجد differential mass لازم نعرف الدنسيتي لهذا differential element. لو جينا اخذنا الدنسيتي في differential volume نقدر نطلع اللي هو differential mass. فلما بدي اجي احسب انا اللي هو total mass within the control volume، قديش انا كميه الماس هاي اللي بدي اطلعها من خلال الكنترول سيرفيس، من خلال الكنترول سيرفيس المفروض اني اعمل انتجرال على كل الكنترول سيرفيس، اوكي على كل الكنترول فوليوم، اسف على كل الكنترول فوليوم من خلال اللي هو الدنسيتي في الكنترول في الديفرنشال فوليوم. اوكي طيب اذا بدي اياها من خلال تايم ريت اوف تشينج، اوكي تايم ريت اوف تشينج اوف اماونت اوف ماس within the control volume، اوكي لازم اقسم على التايم اخذ بالنسبه للتايم. فبتلاحظ انه اللي هو اخذت الديريفاتيف بالنسبه للتايم within the control volume لهذا الديفرنشال فوليوم. طيب ممتاز. بشكل عام اوكي احنا مش راح كثير ندخل بتفاصيل اللي هو الديفرنشال فوليوم وكانتجرال، اوكي انا شوي ان شاء الله راح نحكي عن الكونزرفيشن اوف ماس برنسبل، اوكي راح ناخذ اغلب السيستم اللي راح ناخذهم ان شاء الله اللي هو عباره عن ستيدي ستيت سيستم، اوكي فبالتالي راح يكون عندي تشينجز في الكنترول فوليوم وذين ذا تايم تقريبا شبه بيساوي زيرو، او نحكي ستيدي ستيت اذا اعتبرنا ان ستيدي ستيت راح تكون عباره عن زيرو، يعني كميه الماس اللي بتدخل هي نفسها كميه الماس اللي بتخرج، ما راح يكون في عندي اكيوميليشن. هذا تقريبا اغلب الابلكيشن اللي راح ناخذها ان شاء الله. كسبيشال كيس هون بذكر لي انه السبيشال كيس انه بيحكي لك الماس نو ماس كروسنج ذا كنترول سيرفيس، طبعا هذا بالنسبه للكلوز فوليوم، هو برجع بذكرنا في الكلوز سيستم. بلاحظ انه الكونزرفيشن اوف ماس برنسبل هذا بيكون بيساوي زيرو، ما في عندي اكيوميليشن لانه ما في عندي انترنج ولا في عندي ليفنج للماسس. طيب بدنا نعمل هسه ماس بالانس فور ستيدي فلو بروسيس، فور ستيدي فلو بروسيس طبعا هذا سبيشال كيس للكونزرفيشن اوف انرجي، يعني احنا بنحكي هذا هاي ستيدي ستيت ستيدي فلو بروسيس هي عباره عن سبيشال كيس من الكونزرفيشن اوف ماس. فخلال during mass flow process بحكي لك انه the total amount of mass contained within the control volume does not change with
تايم، فبالتالي هذا بكون كونستنت، فما في عندي تشينج فبكون زيرو. فمعناته الماس اللي داخله على الكنترول فوليوم بتساوي الماس اللي خارجه من الكنترول فوليوم. هسه اذا كان السيستم له مالتي انلت مالتي اوتلت، مالتيبل انلت او مالتي اوتلت، فبالتالي انا بدي اخذ السمنيشن اوف انلت سمنيشن اوف اوتلت، اوكي المفروض انهم بيساووا بعض. هذا طبعا نحكي بالحاله بس سبيشال كيس اللي هي الاستدي فلو، واحنا اغلب شغلنا ان شاء الله راح نحكي عن الاستدي فلو. فسمنيشن اوف ماس in the control volume بيساوي summation of mass out within the control volume. طيب بالغالب اغلب الانجينيرنج ديفايسز اللي راح نحكي عنها اللي ماس فيها ماس ان ماس اوت، اللي راح نحكي ان شاء الله عن النوزل، نحكي عن الديفيوزر، نحكي عن التيربينز، نحكي عن التوربينز، اوكي او توربينز كومبريسورز، راح نحكي عن البامبس، اوكي اغلب هاي تقريبا لها اللي هو نحكي لهم سنجل ستريمز او انلت، 1 انلت 1 اوتلت. طيب كسبيشال كيس برضه كمان بالنسبه للانكمبريسبل فلو، الانكمبريسبل فلو اوكي اللي هو المواعي بالعاده، الانكمبريسبل فلو بالعاده انه نقصد فيها اللي هي الليكويد زي الاويل زي الووترز، اوكي هاي تعتبر بالنسبه للانكمبريسبل فلو. فبالتالي ممكن انا شوي ابسط جزء من المسألة بني أحول conservation of mass لجزء اللي هو بحالة الكومبريسبل لجزء اللي هو الكنترول فوليوم، إني أستخدم فيها ككنترول فوليوم أو فوليوم فلو ريت، أوكي كونه الدنسيتي not change within in or out، أوكي فبالتالي بقدر أحكي إنه الفوليوم فلو ريت أوكي إن بتساوي الفوليوم فلو ريت أوت. طبعا هذا بس سبيشال كيس للإنكومبريسبل فلو، فبدك تاخذ بعين الاعتبار انك انه ما في عندي شيء اسمه conservation of volume بس في عندي conservation of mass. طيب خلينا ناخذ هون اكزامبل، الاكزامبل بيحكي لي عباره عن عندي garden hose، garden hose اللي هو عباره عن بربيش حديقه، اوكي attached with the nozzle، موصول في نهايته عباره عن نوزل. فكره النوزل هي عباره عن زيد الفيلوسيتي اوكي من خلال الريدكشن في الكروس سكشن الاريا اوتلت، از يوز تو فيل ذا 40 لتر باكيت، عباره عن في عندي باكيت حجم هذا الباكيت 40 لتر اوكي بدي اعبيه. اوكي بيحكي لك ذا انر دايمتر اوف ذا هوز، الانر دايمتر للهوز تقريبا 2 سنتيمتر اند ات ريدوس تو 0.8 سنتيمتر اوكي اد ذا نزل اكزيت. اوكي طيب بيحكي لك اف It takes 50 seconds to fill the bucket with water. بدنا نعبيه بالماء. اوكي هذا السطل اللي هو ال 40 لتر اوكي اخذ وقت مقداره 50 ثانيه. طيب المطلوب كالتالي بده توجد له قيمه الفوليوم والماس فلوريت، بده الفوليوم فلوريت وبده الماس فلوريت اوف ووتر ثرو ذا هوز، وبده الافرج فيلوسيتي اوف ووتر ات ذا نوزل اكزيت. مساله بسيطه فيري فيري ايزي اوكي. لو جينا احنا نطلع هون تلاحظ انه الفوليوم هو عباره عن 40 لتر اوكي، التايم ديوريشن تو فيل ذا باكيت اللي هو 50 سكند، فبالتالي لو قسمت الفوليوم اوكي على التايم بلاحظ انه الفوليوم فلو ريت اللي هو عباره عن 0.8 لتر بير سكند اوكي، او بتعبر عنه من خلال المتر كيوب بير سكند انك تضرب انه بنعرف انه ال1 لتر اوكي ال1 متر كيوب بيساوي 1000 لتر اوكي، فبالتالي بامكانك تقسم على 1000 اوكي او تضرب في 10 قوه سالب 3 اللي هو متر كيوب بير سكند. طيب ممتاز، هي طلعنا الفوليوم فلو ريت، هي عرفنا الفوليوم فلو ريت اوكي، وعندنا بده الماس فلو ريت. لو جيت ضربت الماس تاعت الفلويد في الفوليوم فلو ريت مباشره بقدر اطلع الماس فلو ريت، ومعروف انه المي الدنسيتي عند نحكي التمبريتشر ستاندرد تمبريتشر تقريبا بتساوي 1000 اوكي، فبدي اضرب الدنسيتي في الفوليوم فلو ريت بطلع اللي هو الماس فلو ريت، فتقريبا بتحكي عن 0.8 كيلوغرام بير سكند. يعني بشكل بسيط لو بدي امثلها انه من خلال انت موجود في البيت وبدك توجد كميه الفوليوم اللي بتطلع من الحنفيه اللي عندك موجوده في البيت في مغسله اوكي، بدك تعرف قديش الفوليوم فلوريت او بدك تعرف الماس فلوريت على هاي الحنفيه، كانك بشكل بسيط انك تجيب كونتينرز، هذا الكونتينر الفوليوم له معروف اوكي، مثلا تجيب لك سطل بسعة 2 لتر تقريبا اوكي، حط بفتح الحنفيه هاي اوكي وبحط السطل تحت الحنفيه مباشره بشغل ستوب ووتش بشوف قديش انا استغرق عندي وقت حتى عملت
فيلينج لهذا السطل، بقسم الفوليوم تاع السطل على التايم اللي انا حصلته، واقدر اطلع اللي هو الفوليوم فلو ريت، واضرب في الدنسيتي بعرف اللي هو الماس فلو ريت. المطلوب الثاني بده الافرج فيلوسيتي اوف ووتر اذا نزل اكزيت. حتى اعرف الافرج فيلوسيتي اوف ووتر اذا نزل اكزيت بهمني اعرف الكروس سكشنال اريا اللي هو تاع النزل اكزيت، وبهمني اعرف واحد من الاثنين، يا ماس فلو ريت يا اما فوليوم فلو ريت. اوكي، حتى اطلع الكروس سكشنال اريا لهذا النزل، اوكي، كونه كروس سكشنال اريا قال لك انه الاوتر دايمتر بيساوي 0.8، اوكي 0.8 سنتيمتر، اوكي، فبالتالي باي على 4 دي سكوير. اوكي، مباشره بطلع اللي هو الاريا اكزيت للنزل، كونه بدي عند النزل، هو ما طلب بده خلال الهوز، هو بده من خلال النزل، فبالتالي بقبل كروس سكشنال اريا للنزل. فالفوليوم فلو ريت ثرو ذا هوز اند ذا نزل از كونستنت، المفروض انه يكون كونستنت. ذن ذا افريج فيلوسيتي اوف ووتر، طبعا ليش احنا بنحكي كونستنت الفوليوم فلو ريت؟ لانه عباره عن ليكويد، اوكي، انكومبريسبل فلويد، بينما اذا كان كومبريسبل فلويد، اوكي، فبالتالي بتاخذ اللي هو الماس فلو ريت وليس الفوليوم فلو ريت. اوكي، فبالتالي باجي بقسم هون الفوليوم فلو ريت على كروس سكشنال اريا، بطلع اللي هو الافريج فيلوسيتي اكزيت، فبطلع عندي اللي هو 15.9 متر بير سكند، هذا اللي هو الفيلوسيتي اكزيت من النزل. اوكي، ننتقل لموضوع ثاني اللي هو الفلو ورك اند انرجي اوف فلوينج فلويد، وهذا الموضوع هو مش جديد علينا، هو موضوع قديم لكنه معاد بتفاصيل اكثر، كونه في عندي فلو بتحرك، اوكي، وفي عندي كنترول فوليوم، فبالتالي لازم يكون في عندي فلو ورك بدفع هذا او بحرك هاي الماس الموجوده عندي داخل الكنترول فوليوم او خارج الكنترول فوليوم. طبعا هو مره ثانيه برجع بذكرني ب بالكلوز سيستم. الكلوز سيستم طبعا احنا ما في عندنا لا ماس انترينج ولا ماس ليفينج، بينما الكنترول فوليوم اوكي في عندي ماس فلو كروس ذا باوندري، فبالتالي اكيد في عندي ورك بحرك هذه الماس او بعملها بوش لداخل الكنترول فوليوم او خارج الكنترول فوليوم. هذا الورك بنسميه بالعاده اللي هو الفلو ورك او الفلو انرجي، اوكي، وهو ضروري جدا لاستمراريه حركه الفلو داخل الكنترول فوليوم. طيب ممتاز، حتى نوجد قيمة هذا الفلو وورك أو نوجد ريليشن، نوجد علاقة تعبر عن قيمة الفلو وورك أو الفلو انرجي، راح ناخذ هون عبارة عن كنترول فوليوم. هذا الكنترول فوليوم كيف فيه ماس قاعد بتدخل، في ماس قاعد بتطلع، اكيد هاي الماس في عندي فورسز بتجبر هاي الماس انها تدخل داخل الكنترول فوليوم. بعتبر انه في عندي هون ايماجينري بيستون، هذا الايماجينري بيستون بتاثر قاعد بفورسز اكسترنال فورس، فبدفع البستون، فبالتالي البستون بحرك اللي هو كم الماس الموجودة عندي هون. طيب ممتاز، بدي اعتبر انه في عندي هاي الماس الها فوليوم، الها فوليوم، اوكي، هذا الفوليوم، اوكي، كيف بدنا نعبر عن الفورسز هاي عبارة عن بريشر، في بريشر، اوكي، وفي عندي اريا، فالفورس بنعرف انه الفورس عبارة عن البريشر في الاريا، اوكي، من خلال العلاقة الموجودة عندي هون، اوكي، فبدي اخذ هون كأنه elementary fluid، اوكي، هذا elementary fluid بدي اشوف كيف بدخل لكنترول فوليوم من خلال الفورس، فعبرنا عن الفورس البريشر في الاريا. طيب، فبتلاحظ من عندنا هون انه الورك دائما نعبر عن الورك اللي هو عباره عن الفورس في ديستنس، فبالتالي في كونه في فورس في ديستنس قاعد بتتحرك من خلال هذا البستون، هذا البستون بتحرك، اوكي، اللي هو الايماجينري بستون فرضناه، فبالتالي عندي الفورس في الديستنس او ديسبيسمنت اللي تحرك. نرجع مره ثانيه بنستخدم اللي هو البريشر في الاريا، عبرنا عنه من خلال الفورس، وبنعرف انه الاريا في الديستنس اللي تحرك فيها هذا اللي هو الفوليوم، هو هذا اللي هو الماس، كميه الماس اللي تحركت خلال ديستنس معينه اللي هو عباره عن البريشر في الفوليوم. وهي العلاقه شفناها قبل هالمره، اوكي، قلنا انه الورك فلو هو عباره عن بريشر في الفوليوم، البريشر في الفوليوم، وهو عباره عن انرجي، وبتلاحظ انه اليونت تاعتها ايش؟ اوكي، كيلو جول او جول، اوكي، جول او كيلو جول، اوكي، وطبعا بتقدر تعبر عنها من اذر يونتس ثانيه، ودول هالمره حكينا عنها اللي هي عباره عن البريشر بنعرف انه بالباسكال، والفوليوم متر كيوب، فهي باسكال دوت متر، باسكال دوت متر كيوب. طيب، اذا بدك تحكي
فلو ورك بير يونت ماس، المفروض اني اقسم على الماس، اقسم المعادله على الماس، فبالتالي عندي اللي هو السبيسيفيك ورك فلو هو عباره عن البريشر في السبيسيفيك فوليوم، فهي عباره عن انرجي بير يونت ماس. اوكي، وقبل المره احنا شفنا هاي العلاقه. اوكي، فهذا عباره عن الفلو ريليشن، اوكي، للفلويد بوشنج انتو اور اوت ذا كنترول فوليوم. طيب ممتاز. طبعا هاي بس العلاقه، وهذا الشكل من هذا الفلو عبرنا عنه كانيرجي، بس طبعا هاي بس للي هو الفلوينج فلويد. اوكي، لان الفلوينج فلويد اوكي ما له اي انرجي. طيب التوتال انرجي، هسه بنشوف التوتال انرجي اوف فلوينج فلويد بالنسبه لشابتر 3. بنرجع مره ثانيه، بنرجع بنذكر التوتال انرجي اما بتكون على شكل كانترنال انرجي، كاينتيك، بوتنشال انرجيز. هسه صار في عندي كمان انذر انرجي اللي هي عباره عن الفلو انرجي. اوكي، فدخلنا الفلو كونه في عندي فلويد قاعد بتحرك. اوكي، فبالتالي الانرجي نعطيها رمز ثاني. هون حكينا عن الانرجي انترنال وكاينتيك وبوتنشال. اوكي، فبالتالي التوتال انرجي بدلاله الفلوينج فلويد بير يونت ماس عباره عن البريشر في سبيسيفيك فوليوم زائد اللي هو الانرجيز. وبنعرف انه البريشر في الفلويد اللي هو الفلو انرجي زائد الانترنال انرجي هم عباره عن 1 بروبرتي عبرنا عنها من خلال الانثالبي. اوكي، وشفناها قبل هالمره، فبالتالي صارت العلاقه التوتال انرجي عباره عن الانثالبي. هاي بس للفلويد، انا برجع بذكر مره ثانيه انها عباره عن الفلوينج انرجي فلويد. اوكي، فهاي الانثالبي زائد الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. اوكي، هسا الانرجي ترانسفورت باي ماس. اوكي، هسا الانرجي بتتحرك بالنسبه لماس، فبالتالي التوتال انرجي اللي هو عبارة عن من خلال ثيتا رمز ثيتا، توتال انرجي بير يونت ماس. اوكي، بدنا نضرب اللي هو الانرجي بالماس. اوكي، الانرجي في الماس، يا اما بتحكي اماونت اوف انرجي ترانسبورت ماس. اوكي، او بتحكي الريت، اذا في عندي ريت اوف ماسز. اوكي، يعني ماس بير يونت تايم. اوكي، فبالتالي بكون في عندي ريت اوف انرجي، ريت اوف انرجي. هسا اذا كان السيستم ما في تشينجز في الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي، فالانرجي ريت للماس هو بيكون عباره عن الماس في الانثالبي او الريت اوف ماس. اوكي، في الانثالبي راح نحل احنا وياك هسا مثال. هذا المثال هو عباره عن ستيم، بحكي لك عندك ستيم از ليفينج 4 لتر بريشر كوكر. عندي هون طنجره ضغط. اوكي، اغلبكم بيعرف فكره طنجره الضغط اللي هي اني ارفع البريشر. اوكي، فبالتالي بترتفع عندي التمبريتشر، عندي كلوزد فوليوم. اوكي، فبالتالي بيسرع عمليه اللي هو طهي الطعام من خلال رفعي للبوينج تمبريتشر للفلويد. اوكي، طيب بحكي لك انه هوز اوبريتنج بريشر قيمته قاعد بتشتغل على بريشر قيمته 150 كيلو باسكال. نلاحظ اوكي خلال البروسيس هاي انه الاماونت اوف ليكويد ان ذا كوكر هاز ديكريزد بمقدار 0.6 لتر. اوكي، في 40 مينت. اوكي، في 40 مينت انه قاعد هذا الفلويد الموجود عندي هون قاعد الليكويد بنزل بمقدار 0.6 لتر كل 40 دقيقة. اوكي، طبعا بعد ما صار في عندي ستيدي ستيت اوبريشن. ايش المقصود في ستيدي ستيت اوبريشن؟ انه ما في عندي changes of mass within the control volume with time. اوكي، فحكي لك ان الكروس سكشنال اريا، اوكي، للاكزيت اوبننج هذا النزل الموجود عندي هون الاكزيت اوبننج، اوكي، قيمة الاريا تاعته 8 مليمتر سكوير. طالب مني اوجد اللي هو الماس فلو ريت اوف ذا ستيم، بدي اشوف قديش الماس فلو ريت اوف ذا ستيم اند ذا اكزيت فيلوسيتي. هذا اول مطلوب، بده الماس فلو ريت وبده الاكزيت فيلوسيتي. اوكي، المطلوب الثاني بده ذا توتال اند فلو انرجي، بده توتال انرجي، بده فلو انرجيز اوف ذا ستيم بير يونت ماس، بده اياها بير يونت ماس. اند بده المطلوب الثالث بده الريت ات ويتش انرجي ليفز ذا كوكر، ريت اوف انرجي ليفز ذا كوكر، بينما هون بده الفلو انرجي وبده التوتال انرجي. طيب ممتاز، حتى نحلل المسألة هاي، اوكي، أسهل شيء لازم آخذ هذا عبارة عن مسألة في عندي قاعد ماس، لازم أصنفها أعمل كلاسيفيكيشن لها، اوكي، هل هي كلوز سيستم ولا أوبن سيستم؟ كونه في عندي ليفينج للماس على شكل ستيم، فهي تعتبر بالنسبة لي أوبن سيستم، اوكي، فبالتالي لازم آخذ كنترول فوليوم. كيف بدنا ناخذ كنترول فوليوم؟ ناخذ الكنترول فوليوم على هاي الطنجرة، هاي الكنترول الموجود اللي فيها الليكويد. اوكي، هون بدي اخذ، بدي اعتبر انه في عندي ايماجينري سيرفيس، هذا كنترول سيرفيس. اوكي، هذا الكنترول سيرفيس او الكنترول فوليوم فيه الليكويد هذا.
عندي البريشر هاد، عندي التمبريتشر الموجود عندي هون كميه معينه، وفي عندي قاعد ماس ليفينج ذا كنترول سيرفيس، اللي هو الكنترول سيرفيس كانك بتعتبر انه هذا النزل، اوكي هذا السطح الغطاء لهذا الكوكر، وفي عندي هون نزل هي بتعبر من خلاله هذا الستيم. طيب ممتاز. فبالتالي لو ما عرفتي المفروض اني اعمل انرجي بالانس، اول شغله بتعملها تعمل انرجي بالانس، تعمل باس بالانس، اوكي كونه هو بده ماس فلو ريت، اول شغله دائما بتهمني اني اعرف اعمل ماس بالانس. كيف بدنا نعمل باس بالانس؟ اوكي ما في عندي اكيوميليشن، المفروض كله حكي لك انه اندر ستيدي ستيت اوبريتنج كونديشنز، فبالتالي الماس ليفينج من الليكويد هي ما ماس ليفينج من الليكويد هي بدها تكون خرجت على شكل ستيم، خرجت على شكل ستيم. فبالتالي لو عرفت الماس ريت اللي بخسرها قاعد الليكويد هي نفسها الماس على شكل ستيم، نيجي نطلع انا وياك، فقال لك انه هو قاعد بخسر ليكويد 2.6 لتر، اوكي في زمن مقداره 40 ثانيه، فبالتالي بقدر اعرف الفوليوم فلو ريت من هون، بقدر اعرف الفوليوم فلو ريت لو جيت قسمت ال 0.6 على 40 في 60 اللي حولت ال 40 منت ل 60 لسكند، اوكي ضربتها في 60، فبقدر اعرف اللي هو الفوليوم فلو ريت. اوكي بقدر اعرف الفوليوم فلو ريت. طبعا انا ما بقدرش استفيد من الفوليوم فلو ريت كونه في عندي هذا الفلويد في بخار وفي ليكويد، اوكي فبالتالي الدنسيتي للبخار بتختلف الدنسيتي عن الليكويد، وبالتالي لازم اطبق الماس بالانس. برجع مره ثانيه وبذكر انه ما في عندي شيء اسمه فوليوم كونزرفيشن اوف فوليوم، في عندي كونزرفيشن اوف ماس، فبالتالي لازم احول الفوليوم فلو ريت لماس فلو ريت. كيف نعرف الماس فلو ريت؟ فبالتالي اسهل شيء احوله اني شو اسوي؟ اني اطلع اللي هو density لهذا الليكويد، او اعرف السبيسيفيك فوليوم له. اذا عرفت السبيسيفيك فوليوم لهذا الليكويد مباشره بقدر احصل، بقدر اعرف قديش الفوليوم فلو ريت. اوكي اعرف الفوليوم فلو ريت. كيف نعرف اللي هو السبيسيفيك فوليوم لهذا الفلويد؟ اوكي من البريشر، معرفتي للبريشر وبعرف انه هو عباره عن ستيم، فبالتالي الليكويد اكيد مي. اوكي ف 150 عند 150 كيلو باسكال، فبروح على البروبرتي تيبلز ساتوريتد تيبل، اوكي تيبل اي 5، من معرفتي لتيبل اي 5 بقدر اطلع ات بريشر 150 كيلو باسكال، بقدر اطلع السبيسيفيك فوليوم ات ساتوريتد ليكويد. اوكي فبتلاحظ انه ذا بروبرتيز اوف ساتوريتد ليكويد ووتر اند ليكويد فيبر اوكي ات 150 كيلو باسكال، اوكي هم كالتالي، ومعطيني كمان برضه بقدر اطلع اللي هو انترنال انرجي للجازز، واطلع الانثالبي للجازز، هذا كله من تيبل اي 5. هسه بنشوف الوضع بنحتاجهم وين لقدام ان شاء الله في حساب اللي هو الانرجيز. كيف الماس فلو ريت اوف ذا ستيم اند اكزيت فيلوسيتي، فقلنا حكينا هي تشينجز اوف فوليوم، حكينا اللي هو 0.6 لتر اللي هو 6 ضرب 10 قوه سالب 3، هي المفروض تكون 0.6، بنعدلها ما في مشكله. اوكي اللي هو عندي السبيسيفيك فوليوم ات ساتوريتد ليكويد من التيبل بطلع عندي 0.57 كيلو جرام، 0.57 كيلو جرام، هذا اللي هو عباره عن الماس، الماس اللي بخسرهم الليكويد. اوكي طيب جود، هي عرفنا اللي هو الماس على شكل ماس. اوكي المفروض اني اعرف الماس فلو ريت، او قسمت الفوليوم مباشره على التايم ما في مشكله. اوكي فبالتالي هي الماس على التايم، على التايم بطلع اللي هو الماس فلو ريت. هذا الماس فلو ريت اللي بيخسره الليكويد، هو نفسه بده يطلع من وين؟ الستيم، فهذا عباره عن الماس فلو ريت اوف ستيم. حتى اعرف الاكزيت فيلوسيتي، هي اول مطلوب طلعت لي اياه، حتى اعرف الاكزيت فيلوسيتي المفروض شو اسوي؟ اعرف الاريا، هي معطيني الاريا، قال لي في السؤال ان الاريا هي عباره عن 8 ملم سكوير. اوكي بمعرفتي للماس فلو ريت، معرفتي للاريا الكروس سكشن اريا، بقدر اطلع اللي هو الفيلوسيتي اكزيت، الفيلوسيتي اكزيت هاي مباشره باجي بحكي انه الماس فلو ريت عباره عن الفيلوسيتي في الدنسيتي في الاريا. هسه كوني انا بعرفش الدنسيتي للغاز، اوكي ما بقدر اعرف الدنسيتي للغاز، وبالتالي بقدر احصل اللي هو السبيسيفيك فوليوم ساتوريتد فيبر اوكي للستيم اوكي ات 150 كيلو باسكال. اوكي هاي الماس فلو ريت، هاي السبيسيفيك فوليوم، هاي الاريا، مباشره بقدر اعرف اللي هو الفيلوسيتي تاعت الستيم. فبتلاحظ انه اون سرعه الستيم 34.3 متر بير سكند، وهي سرعه مش مستهان فيها، قيمتها عاليه، هذا سرعه البخار اوكي الخارج من الكوكرز. طيب المطلوب الثاني بده اللي هو التوتال انرجي، وبده الفلو انرجيز اوف ذا ستيم بير يونت ماس. بالبدايه خلينا نطلع اللي هو الفلو انرجيز، الفلو انرجيز اللي هو البريشر في الفوليوم، البريشر في الفوليوم. اوكي البريشر في الفوليومز، عرفت البريشر، عرفت الفوليوم، اوكي بامكاني برضه اطلع اللي هو الفلو انرجي، او من خلال معرفتي لا اللي هو
الانثالبي والانترنال انرجي، اوكي، بقدر احصل برضو كمان اللي هو الانرجي فلو. اوكي، هاي اطرح الانثالبي ناقص الانرجي، لانه بعرف انه الانثالبي اللي زائد اللي هو الانترنال انرجي زائد الانترنال انرجي هو عباره عن الفلو انرجي، الفلو، اسف، الفلو انرجي زائد الانترنال انرجي هو عباره عن الانثالبي. فانا بدي اطرح الانثالبي ناقص الانترنال انرجي، بقدر اطلع اللي هو الفلو انرجي، فبطلع عندي قيمه الفلو انرجي 173.9 كيلو جول بير كيلو جرام. اوكي، حتى اطلع اللي هو التوتال انرجي، اوكي، التوتال انرجي طبعا انا ما في عندي كاينتيك انرجي، ما في عندي بوتنشال انرجي، فبالتالي بصفي اللي هو التوتال انرجي عباره عن الانثالبي اللي هو الفلو انرجي زائد الانترنال انرجي، فصفت عندي الانترنال اللي هو التوتال انرجي 2693.1 كيلو جول بير كيلو جرام. طبعا وين حصلنا الانثالبي ومن حصلنا الانترنال انرجي؟ حصلناهم من البريشر تيبل، من ساتوريتد ليكويد تيبل بيزد على البريشر اللي هو تيبل A5، اوكي، ات ساتوريتد ليكويد فيبر وات ساتوريتد فيبر انترنال انرجي اللي هو الانثالبي. طيب ذا ريت ات ويتش انرجي ليف ذا كوكر، هسه المفروض انه بعد ما عرفت التوتال انرجي ضربت في الماس، بقدر الماس فلو ريت او الماس، بقدر اطلع اللي هو الريت اوف انرجي. هو كونه حكى الريت اوف انرجي، انا الماس ريت موجود عندي، التوتال انرجي معروف، فبعرف قديش قيمه الانرجي ريت، اوكي، ليفينج ذا كوكر باي ذا ستيم، بايستين، اللي هي تطلع عندي قيمتها 0.638 كيلو وات. انرجي اناليسيس، اوكي، اوف ستيدي فلو سيستمز. الانرجي اناليسيس هسه راح نحكي كمان برضه نعمل انرجي اناليسيس. هسه خلصنا عن الموضوع اللي هو الكونزرفيشن اوف ماس، الكونزرفيشن برنسبلز اوف ماس، اوكي، هسه راح نحكي عن الانرجي اناليسيس اوف ستيدي فلو سيستم. الستيدي فلو سيستم هسه في عندي كثير من الابلكيشنز، اوكي، هاي الابلكيشن انجينيرنج ابلكيشن على اللي هو الانرجي اناليسيس، على الاوبن سيستم وستيدي فلو سيستم. من ضمنها هاي الابلكيشن اللي هي التوربينز، الكومبرسرز، النوزلز، اوكي، كلها طبعا هاي بتشتغل اندر ستيدي ستيت فلو سيستم. هي تقريبا بتكون بالستارتنج، بالعاده بتكون ترانزيانت ات ستارتنج، بعدين بصير في عندي ستيدي فلو، يعني المفروض انه ستيدي فلو انرجي، اوكي، فاحنا راح نتعاملها كلها على اساس انها ستيدي فلو انرجي. ايش المقصود فيه الستيدي فلو بروسيس؟ الستيدي فلو بروسيس المقصود فيها انه نو انتنسيف اور اكستنسيف بروبرتي within the control volume change with the time، اوكي، اللي هم الفوليوم، الماس، توتال انرجي كلهم ثابتين، اوكي، خلال التايم، ما في تغير لا في فوليوم، لا في تغير في الماس، لا في تغير في الانرجي within the control volume. هذا اللي هو الشغل اللي راح نحكي عنه ان شاء الله، والابلكيشنز راح نحكي عنهم. طبعا الباوندري وورك، الباوندري وورك تلاحظ انه اغلب السيستم راح نتعامل معهم كله، الباوندري وورك راح يكون عباره عن فيكست باوندري، اوكي، فما في عندي بيستون بتحرك زي الابلكيشن اللي اخذناها في شابتر 5، اوكي، في عندي باوندري بتحرك، فبالتالي بدي احسب انا الباوندري فلو وورك، اوكي، هون بالعاده بكون الباوندري وورك بكون زيرو كونه ستيدي ستيت، وبالعاده بكون فيكست باوندري. الماس بالانس مره ثانيه، هاي الماس بالانس، الماس ان بتساوي الماس ريت اوت، اوكي، طبعا هذا ديورينج ذا ستيدي ستيت بروسيس، اوكي، هذا من الكونزرفيشن اوف ماس اللي هي الانرجي الماس بالانس، اوكي، بعدين راح نحكي عن التوتال انرجي كونتنت اوف ذا كنترول فوليوم، اوكي، اوف ذا سيستم، المفروض انها تكون كونستنت. اوكي، لو نرجع لمعادلتنا، المعادله اللي احنا بنعرفها اللي هو الانرجي بالانس، المفروض انه الانرجي ان ناقص الانرجي اوت، اوكي، بيساوي اللي هو تشينج في الانرجي بير يونت تايم، اوكي، او تشينج في الانرجي، اوكي، لهذا السيستم. كونه ستيدي ستيت ما في عندي تشينج في الريت اوف انرجي، الانرجي ان الانرجي اوت يا اما بتكون على شكل هيت او ورك او ماس زي ما كنا نعرف وحلينا مسائل كثير في شابتر 5 على انرجي هيت وورك، لكن هون دخل عندنا اللي هو تيرم جديد اللي هو الانرجي على شكل ماس.
هون زي في عندي سيستم، هون معطيني هون كاكزامبل. اوكي، ما عندي انرجي ماس ان، بتدخل هاي عندي ماس ان، في عندي ماس اوت، ممكن يكون في عندي 1 ستريم، في عندي 2 ستريم كاوتلت 1 ستريم، في عندي كنترول فوليوم. اوكي، فانا بدي اشوف الانرجي اللي داخل على الماس، الانرجي اللي داخل على شكل ماس، اوكي، والانرجي ليفينج على شكل ماس. هاي المعادله اللي هي معادله الانرجي بالانس، انرجي ان بتساوي الانرجي اوت. نفصل اكثر، نفصل اكثر هاي الانرجي، نحط هاي الانرجي ان زائد الورك على شكل هيت، على شكل ورك، على شكل ماس فلو برضه اللي هي بيساوي الانرجي اوت، اوكي، على شكل هيت، على شكل ورك وماس فلو. طيب نيجي له اللي هو الانرجي، التوتال انرجي، ندخل في هاي تفاصيلها اكثر. اوكي، التوتال انرجي قلنا انه اللي هو عباره عن انثالبي، عباره عن من خلال الفلو ورك، اوكي، اللي هو الكومبايند بتوين البريشر فوليوم زائد الانترنال انرجي، كاينتيك زائد بوتنشال. اوكي، هي فصلناها اكثر. اوكي، برضه هون كاينتيك وبوتنشال. دائما اذا بدك تشتغل انت على اي اوبن سيستم، اوكي، بتحاول انك تستخدم المعادله اللي هي موجوده عندنا بين ايدينا. هاي هاي المعادله، في عندي انرجي ان، في عندي ورك ان، في عندي فلو ان، كاينتيك، بوتنشال. اوكي، بدخلهم، ما في، بشيلهم معادله. ان شاء الله ابسط شوي اكسل من المعادله، ان شاء الله ابسطها اكثر. اوكي، بحاول اجمعهم اكثر بين مع بعض كتيرمز. اوكي، النت ريت على شكل هيت، والنت ريت على شكل ورك، اوكي، بيساوي اللي هو الاوتلت، اوكي، ناقص مين اللي هو الاكزيت، الاكزيت ناقص، اسف، الاكزيت ناقص اللي هو النت، اوكي، على شكل فلو وكاينتيك او بوتنشال. طبعا هاي سبيشال كيس فقط، ها برجع بذكر مره ثانيه، هاي سبيشال كيس على الستيدي ستيت فلو. اوكي، واضح، واضح ان شاء الله تكون الامور واضحه. اوكي، فيش في عندي مشاكل. هذا الريت هون مره ثانيه، اذا بدي اياها بير هذا بير يونت تايم، اذا بدي اياها طبعا هاي بتحكي كله بير يونت تايم، اذا بدي اللي هو بير يونت ماس، بير يونت ماس بقسم المعادله كلها على ماس ريت. اوكي، بصف عندي المعادله هي كيو ماينس دبليو تساوي اتش2 ماينس اتش1 في في سكوير، في اكزيت سكوير ماينس في1 سكوير over 2 اللي هو kinetic energy changes في kinetic energy زائد اللي هو changes في potential energy. طيب بالعاده الفلويد، الفلويد يعني اذا بنحكي ك special cases، هون في عندي اللي هو اذا كان في عندي تغير في potential energy kinetic energy زي البايب، هون في عندي electrical heater، في عندي هون work in على من جاي من خلال شافت. اوكي، ممكن يكون الهيت، في عندي هيت. هاي طبعا هو تبسيط للمعادلة الرئيسية، طبعا هاي سبيشال كيس. اوكي، هيك بس ذكرنا كمثال هذا، هذا اندر ستيدي ستيت اوبريشن سيستم كبايب، في عندي هيت، الكتريكال هيتر، في فلو بتحرك، هذا كنترول فوليوم، في ماس ان، في ماس اوت. اوكي، او بدك تحكي عن جزء معين، في جزئية معينة اللي هو تشينج في الانترنال انرجي عبارة عن هيت ناقص الورك. هاي هون بالسلايدز الموجودة عندي هون اللي هو معطيني ديفينيشن للكيو دوت الورك دوت اللي هو عبارة عن الباور، هذا الريت وفي ترانسفير بتوين ذا كنترول فوليوم اند ذا سراوندينج. اوكي، هسا الكنترول فوليوم اذا بخسر حرارة بالعادة بنعبر عنها بنيجاتيف، اذا بكسب حرارة بعبر عنها بوزيتيف. اذا كان السيستم ايزوليتد اديباتيك، اوكي، فبالتالي ما في عندي هيت ترانسفير على شكل ما في عندي هيت ترانسفير بين الكنترول فوليوم والباوندري، فبتكون بتساوي صفر. الورك ريت اللي هو عبارة عن الباور، اوكي، هذا الورك ريت عباره عن باور. نحكي لك فور ستيدي فلو ديفايسز بيكون الكنترول فوليوم از كونستنت، بالعاده بيكون كونستنت، نو باوندري ورك، لاحظ ما في باوندري ورك، ورك ريكويرد تو بوش ذا ماس انتو اند اوت ذا كنترول فوليوم. اوكي، في عندي بنعبر عنه من خلال الانثالبيز، اوكي، لهذا الفلويد اللي داخل واللي طالع. اوكي، فهو بالنسبه لي عباره عن ورك ريت بير يونت. طبعا هون مره ثانيه برجع بذكر انه الستيدي فلو ديفايسز اللي راح نتعامل معهم اللي هم التوربينز، الكومبرسرز، البامبس، ترانسميتد باور شافت. اوكي، هذول تقريبا الديفايسز اللي راح نحكي عنهم ان شاء الله.
تمام، واضح ان شاء الله تكون الامور واضحه. اوكي، هاي تشينجز في الانثالبي هو بس عباره عن تبسيط للمعادله الموجوده، شرح للمعادله الموجوده. هاي الانثالبي احنا شرحناها قبل شوي. اوكي، هاي عباره عن الانثالبي تشينجز اوف فلويد. طبعا هون كمان برضو كمان اذا بتحكي عن الايديال جاز، كونه حكينا بشابتر 5، في نهايه شابتر 5 حكينا عن الايديال جازز. اوكي، فممكن كمان برضو اعبر عن التشينجز في الانثالبيز من خلال السبيسيفيك هيت والتشينجز اوف تمبريتشر ات كونستانت بريشر. اوكي، برضو ممكن من خلال الايديال جازز اذا كان في عندي بتعامل مع ايديال جاز، اللي هو او ممكن خلال برضو كمان مش بس ايديال جاز، ليكويد اور سوليد، اللي هو السبيسيفيك هيت في تشينجز اوف تمبريتشر. اوكي، الكاينتيك انرجي معروف بالنسبه لي، والبوتنشال انرجي برضو معروف بالنسبه لي. لحد هون ان شاء الله بكون احنا هيك بكفي محاضرتنا. يعطيكم الف عافيه.